الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتكم. بص، انا عارف ان الفيديو ده مش هيعجب ناس كتير، بس انا الشهاده لا، اتخنقت من ام الكاتاناتشو، واتخنقت من اللي عالم المدربين التوانسه الكاتاناتشو، واتخنقت من اللي اتاثر بالكره الايطاليه. بصراحه موضوع الكره الايطاليه والكره التونسيه ده الموضوع بقى يخنق، اللي هو معلش احنا متاثرين بالكاتاناتشو ومتاثرين بالطليان قوي. طب ممكن اقول لك ان الملعب وحش، بس فريق بيترو اتلتيكو بتلعب عليه تمريرات قصيره. يعني ممكن اقول لك الملعب وحش، بس بيترو بتلعب تمريرات قصيره عليه. ممكن اقول لك ان انت نازل خايف من ايه؟ يعني معلش، يعني انت نازل انت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك وانت بترجي ونازل خايف من ايه؟ يعني انت نازل خايف من ايه؟ انت نازل قدام فريق ما عندوش ضغوطات، هو كده كده عنده 6 نقاط وما عندوش ضغوطات، كسبان الهلال وكسبان النجم وما عندوش ضغوطات، هتلعب قدامه مباراه مفتوحه، هيلعب معاك مباراه مفتوحه، بس انت اللي خفت تلعب مباراه مفتوحه. يعني انت كطارق ثابت نازل تلعب على المكسب، ونازل المفروض انك محتاج تكسب، وخايف تلعب مباراه مفتوحه. يعني انت نازل خايف تلعب مباراة مفتوحة، ومعلش السنة